أهلا بكم. قال رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق حاليا في ضوء الصراعات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي. بيان الكاظمي أتى في ضوء احتدام المواجهة بين قوى الميليشيات في العملية السياسية من قبل التيار الصدري وإطار الميليشيات التنسيقي، واقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء رفضا لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة القيادي في حزب الدعوة محمد الشياع السوداني، وهي مواجهة محتدمة قد تنذر بانهيار العملية السياسية بعد فشل قواها في تجاوز مأزقها السياسي الكبير بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفشلها في تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور عدة شهور على إعلان النتائج ومؤشرات تحول هذه المماحكات إلى لحظة صدام مسلح في الشوارع. آفاق الصراع بين ميليشيات العملية السياسية التيار الصدري وإطار الميليشيات ومستقبل النظام السياسي الحالي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها التساؤلات التالية: هل فعلا أن العملية السياسية توشك على الانفجار الكبير في ضوء ما يجري من احتراب متصاعد بين أخطر ميليشياتها وقد يتطور إلى صدام مسلح في الشوارع؟ وهل الوضع الخطير القائم في العراق يكاد يخرج عن سيطرة راعيي العملية السياسية الولايات المتحدة وإيران؟ وهل بات التغيير الشامل حتميا وضروريا؟ وإلا فإن العراق لن يغادر دوامة الأزمات المتوالدة، وكل مرحلة ستكون أسوأ وأخطر من سابقاتها. وهل البيئة السياسية والأمنية التي صنعها وأوجدها الاحتلال الأمريكي عام 2003 مؤهلة لتطبيق السياقات الديمقراطية الحقة ومفاهيم مناقلة السلطة سلمية؟ وكيف للحراك الشعبي الوطني توظيف حالة الاحتراب بين الميليشيات والتصدع المتسع في جدران العملية السياسية لبلورة رؤية إنقاذ وطنية للعراق؟ ضيوف الطاولة: مثنى حارث الضاري، عبد المنعم الأعسم، أياد الدليمي. لم يشهد العراق بعد عام 2003 صراعاً أشد شراسة بين الأحزاب الحاكمة مثل ما شهدته مرحلة ما بعد انتخابات عام 2021 التي قد تكون آخر انتخابات في عمر العملية السياسية الفاسدة. الإطار التنسيقي والتيار الصدري وجدا الطريق مسدوداً للوصول إلى محاصصة حكومية جديدة، فكلاهما يملكان مشروعين مختلفين في الشكل رغم اتفاقهما بالمضمون القائم على نهب ثروات البلاد وظلم الشعب العراقي. لكن القاعدة تقول: شركاء الخراب إذا اختلفوا على الغنيمة فإن توافقهم مرة أخرى يصبح شبه مستحيل. في أقل من شهر عدة حوادث هزت العملية السياسية: فضائح تسريبات المالك الصوتية، ترشيح محمد شياع السوداني ذلك الشخص الجدلي، اقتحام أنصار صدر مبنى البرلمان، ولعل الحدث الأخير الذي سماه الصدر جرة أذن ينذر بصراع تفوح منه رائحة الدماء، حيث أن كلا الفريقين يملكان أجنحة ميليشياوية تترقب انطلاق شرارة حرب ضروس لا يمكن إيقافها. يؤيد ذلك ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد هي بمثابة تحذير من توترات أكبر في الأيام القادمة. ما يثير التساؤل والدهشة أن رعاة المنظومة الحاكمة في الخارج وخصوصا في إيران يبدو أنهم لم يتمكنوا من احتواء الصراعات بين الأحزاب، على خلاف ما كان يحصل سابقا حيث كانت الخلافات تحسم بمجرد اجتماع مسؤول إيراني بزعماء الأحزاب والكتل. فمنذ انتخابات عام 2021 شهد العراق زيارات كثيرة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، ومع ذلك لم يتمكن من حسم خلافات الأحزاب. العراق اليوم يشهد الآثار السلبية لتراكمات الفساد والفشل الحكومي والإغال بدماء العراقيين على مدى 20 عاماً. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في مديات وأفاق الصراع المحتدم بين ميليشيات العملية السياسية الرئيسيين
التيار الصدري من جهة وإطار الميليشيات من جهة ومستقبل النظام السياسي في ضوء هذا الاحتراب والصراع المتنامي. ضيوف الطاولة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان، وسيكون معنا أيضا الأستاذ عبد المنعم الأعسم عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن، وهو كاتب وإعلامي طبعا عراقي، وسيكون معنا أيضا الكاتب الصحفي إياد الدليمي الكاتب الصحفي، وسيكون معنا من العاصمة القطرية الدوحة. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور مثنى حارث الضاري في عمان، دكتور في ضوء ما يجري الآن من اقتحامات، من مواجهات، مماحكات الحقيقة غير مسبوقة ربما بين التيار الصدري والميليشيات، هل تعتقد أن النظام قد بلغ فعلا نقطة الانفجار الكبير كما يقول كثير من المراقبين؟ هناك لحظة للانفجار الكبير الذي سيودي بالعملية السياسية وقواها جميعا ولن يستثني أحد. بسم الله الرحمن، تحياتي لك أجيد والإخوة ضيوف البرنامج معي ولجميع مشاهدي قناة الرافدين، وكل عام وأنتم أهلا وسهلا. الذي نراه الآن أن العملية السياسية بل النظام السياسي برمته قد وصل إلى النتائج المتوقعة له منذ ساعة الاحتلال الأولى. هذا النظام الذي بني على الأسس غير السليمة غير الصحيحة بل الباطلة التي طالما نوهنا عنها، وصل الآن إلى أبرز مخرجاته وهي الصراع الواضح المعلن بين مكوناته، وتحديدا بين المكونات المتنافسة على الحكم. هو يصل إلى ساعة الانفجار أو لحظة الانفجار، بل وصل لها مرات سابقة، ولكن يمكن هنا نقسم هذا التوقيت ما سميته لحظة الانفجار على قسمين. القسم الأول هي لحظة الانفجار بمعنى انتهاء العملية السياسية، ولا أعتقد بأن هذا الأمر ممكن أن يحصل حتى في ظل الظروف التي نعيشها اليوم التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والانتشار وحدة الخلاف الظاهر بين الأطراف المتصارعة، لأن هذا النظام السياسي له رعاته وحماته الدوليون والإقليميون، وله محدداته وآلياته الخاصة، وله ظروفه الشاذة أقولها بكل صراحة وبكل وضوح التي تختلف عن غيره من القضايا في العالم، وإلا فهو بذور انتهائه ووفاته وفشله وكل هذه الأمور هي في داخله، ولكن استطاع هذا النظام السياسي بحماية هؤلاء خارجيين أن يبقى إلى هذه اللحظة على الرغم أنه لا يشكل أي نسبة من نسب ما يمكن أن يطلق عليه عملية سياسية سليمة. القسم الثاني هو الانفجار الحاصل بين القوى، والانفجار بدأت بوادره الآن، يعني هذا الصراع ومن ثم العودة إلى اقتحام مجلس النواب، مبنى مجلس النواب، تظاهرات متبادلة، جرحى، تهديدات، تخويفات، رفع سلاح وما إلى ذلك. المرحلة متشنجة جدا، يعني الآن اتباع التيار الصدري في البرلمان وأعلنوا عن اعتصام مفتوح في البرلمان، ويعني بدأوا بتجهيز العدد اللازمة للبقاء مدة طويلة في البرلمان وتعطيل عمليتهم السياسية. الطرف الآخر قد يلجأ، هو اليوم أجل تظاهرته المعلنة إلى موعد آخر، ولكنه قد يلجأ إلى وسيلة أخرى، مثلا قد يحتل مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهكذا راح تكون البلاد مقسومة بين طرفين، أحدهم يحتل مبنى ما يسمى السلطة التشريعية، والآخر قد يحتل مباني المؤسسات الحكومية ويبدأ الصراع بينهما. فإذا كان الانفجار المقصود به هذا وقد يتطور إلى أحداث مؤسفة مستقبلا، نعم، أما الانفجار الذي يؤذن بنهاية العملية السياسية على الرغم من كل ما فيها. اسمح لي دكتور في هذه النقطة، خليني أسألك، لماذا العملية السياسية لن تنتهي؟ سابقا العملية السياسية ولدت واستمرت وأديمت لها الحياة بتوافق الأمريكيين والإيرانيين وهم أهم رعاة هذه العملية السياسية. الآن هناك تنافر وهناك صدام أمريكي إيراني، ليسوا متفقين كما كان في السنين الأولى، وأهم مكونات العملية السياسية وهم التيار الصدري وإطار الميليشيات في حالة احتراب. إذن هناك عوامل فناء داخلية داخل العملية السياسية وخارجية، رعاة العملية السياسية ليسوا على وفاق، هم متنافران الآن. صحيح، هذا إذا تنظر للموضوع من باب العلوم السياسية دراسات النظرية. نعم. هذه العوامل موجودة منذ اللحظة الأولى للاحتلال،
نعم، التوافق الأمريكي الإيراني على احتلال العراق بدأ يشهد بعد ذلك ظهور الخلافات واضحة وصريحة بين الأطراف، والشد والجذب قائم، ولكن على مدى 19 عاما كان هذا الشد والجذب. وصلت الأمور إلى حد الصدام في لحظات كثيرة، أذكر لحظة واحدة فقط هي مقتل سليماني في بغداد، ولكن تم احتواء الأمور لأن الطرفين يعرفون تماما ويعون تماما أن انفجار الأوضاع ونهاية النظام السياسي لن يصب في مصلحة هذين الطرفين، لا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولا في مصلحة إيران، على الرغم من الخلافات الكبيرة بينهم. الصراع الخارجي ينسحب على الساحة العراقية، نعم. وخاصة الصراع بين أمريكا وإيران، ولكن انهيار العملية السياسية سيؤدي إلى ضرب المصالح كلا الطرفين، وما زالت إلى الآن آمال إنعاش ملف التفاوض وما إلى ذلك موجودة، وقد تعودنا على مدى سنوات طويلة جدا بأنه تصل إلى لحظة النهاية والفراق بين الطرفين ثم يعودان. نقطة أخيرة نعم. أختم بها، أن هذه العملية السياسية ولدت بقرار احتلال، إدارة احتلال، وتمت برعاية احتلال، واستجلب لها اللاعبون من خارج العراق ومن داخله. يعني الآن بعد 19 سنة يفخرون أو يتباهون بأنه راح يكون رئيس وزراء الحكومة من عراقي الداخل، ليش؟ المشكلة عراقي داخل وعراقي خارج، المشكلة في النظام السياسي القائم نفسه. طيب، هل النظام السياسي قام على أسس سليمة بحيث يمكن أن نحاكمه الظروف الخارجية والداخلية وصراع القوى والتفاهمات وما إلى ذلك؟ لا، الصراع الآن صاير بالسلاح، الكل يهدد بالسلاح، أي نظام سياسي، أي عملية سياسية يمكن أن تقاس بالمقاييس العلمية الأكاديمية السياسية الواقعية، فإذا هي يمكن تقاس بأي مقياس من هذه المقاييس. ومن هنا أقول بأنه إذا لم يصدر قرار بإنهاء هذه العملية من الراعي الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية فلن تنتهي هذه العملية. قد يبدو هذا الكلام محبطا، ولكن هذا واقع الحال. بالنسبة لنا كقوى مناهضة للاحتلال، وأعتقد الإخوة معي في البرنامج كمراقبين لهذا الحدث ومحللين سياسيين ومتابعين، نحن على يقين بأن هذا النظام السياسي فاشل، ولا يمكن لنظام سياسي فاشل دكتور أن يستمر طوال هذه المدة لولا كما قلت هذه الحماية أحد الدولية. أحد الضيوف هنا في هذه الحلقة الحقيقة لديه سيناريوهات متخيلة لما قال هذا النظام. راح نسأل، نتحول إلى لندن إلى ضيفنا الكاتب والإعلامي الأستاذ عبد المنعم الأعسم. مساء الخير دكتور أستاذ عبد المنعم. مساء الورد، يا مرحبا بكم. هذا النظام الحقيقة حشدت له الولايات المتحدة الأمريكية كل الدعم أقليمي ودولي وكل الإمكانيات قدمت لهذا النظام، لكن هذا النظام انتهى إلى هذه النقطة. لماذا هذا الفشل الكبير؟ والقضية تعدت حتى مستوى الفشل، الآن نحن لا نتحدث عن فشل سياسي فشل إداري، الآن إلى حرب شوارع، إلى حرب بالأسلحة البيضاء كما يقال، الكل محتشد ومتخندق. لماذا انتهى هذه النهاية المأساوية هذا النظام؟ نعم، شكرا جزيلا، وأنا أعبر عن اعتزازي بقناتكم وبشركائي في هذه الأمسية، الدكتور مثنى والأخ العزيز السيد أياد، وشكري هذا مسبوق باعتزاز بأني أشارك للمرة الأولى من قناتكم الموقرة. هذا ما يشرفنا ويسعدنا أستاذ عبد المنعم. فشكرا لكم، شكرا لكم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الحديث عن فشل العملية السياسية، الفشل كلمة ملطفة من وجهة نظري، في الحقيقة هو حدث شيء أكبر من هذا. العملية السياسية التي وضعت في مؤتمر لندن قبيل دخول القوات الاحتلال إلى العراق والتغيير و سقوط الدولة، يعني وضعت معادلات وقواعد لهذه العملية السياسية في ذلك المؤتمر. هذه القواعد أتى عليها الزمن وهي سقطت واحتضرت ورفعت من التداول منذ أكثر من عام، والحقيقة أن ثورة تشرين من وجهة نظري أو زلزال تشرين في الحقيقة هو الذي أجهض هذه العملية وأنهى معادلاتها إلى الأبد، وحل محل العملية السياسية في إدارة السلطة وإدارة المعادلات السياسية في العراق وإدارة المصالح وإدارة النهب وإدارة الفساد، حل محلها اتفاقات ثنائية جزئية أو اتفاقات يعني
اتفاقات صفقات ممكن أن نسميها صفقات بين الفرقاء بين المتنفذين، لأن العملية السياسية أفرزت من بين ما أفرزته من عوامل ومن مظاهر شديدة التعقيد أفرزت قوى متنفذة في الحقيقة غير مؤهلة لقيادة الدولة، ويتزعمها رجال ليسوا رجال دولة، ويستخدموا أساليب في غاية الإدانة في غاية. لكن اسمح لي استاذ عدنان، لكن الحقيقة نعم. يعني أحد قيادي حزب الدعوة ربما لو سمعك الآن يزعل عليك، يقول نحن بعد تجربة 15-16 سنة في الحكم صرنا نعرف كيف نحكم، بل إن دول وأنظمة في العالم الحقيقة تتأسى معجبة بهذه التجربة التي عليها العراق في ظل حكم الأحزاب الآن التي تهاجمها وتنتقدها أنت انتقادا لاذعا. نعم، يعني في هذا المحضر والآن لا، يعني لا تحضرني النكتة نعم ولأرد على هذه الكذبة الشائعة الذي يتحدثون عنها أنهم صاروا رجال دولة وأنهم تعلموا. كل الأحداث وكل النتائج وكل ما نراه بالألوان الطبيعية هي تؤكد أن هذه الطغمة، هذه المجموعة المتنفذة لم تستفد من تجارب الماضي ولم تستفد من دروس الحكم ولم تتعلم الحكم ولم تنتج رجالا يجيدون إدارة الدولة ويعرفون. أجرى بعض أصدقائي نوع من يعني المساءلات أو الأسئلة لبعض القادة عن الدستور، فوجد أنهم حتى يجهلون بنود الدستور واتجاهاته. وأنا لا لست في معرض أن أشير إلى هذه الأشخاص، ولكن هذا الأمر طبيعي. الصف الأول الذي يتحدثون عنه لتشكيل الحكومة، هذا الصف الأول لو أجروا عليه، لو أجروا له امتحان في العلوم السياسية، ولا أقول في العلوم الاجتماعية وعلوم الإعلام الرقمي وغيرها، سنجد ما يشبه الكارثة. هذا هو الأمر. العملية السياسية، دعني أعود، العملية السياسية العملية السياسية انتهت بعاملين، بعامل هم فشلوا أكثر من ما اسمح لي فشلوا. سنتحدث عن سيناريوهات أنت كتبتها متخيلة أو متوقعة لمآلات النظام السياسي في ضوء الوضع القائم فيما الآن القائم في العراق، نتحدث عنها إن شاء الله في سياق هذه الحلقة. ونتحول إلى ضيفنا في الدوحة أستاذ أياد. مساء الخير أستاذ أياد. مساء النور، أهلا أستاذ ماجد، حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. تعتقد كما يعتقد كثيرون أن الوضع الخطير القائم في العراق الحقيقة يعني هذا غير مسبوق، هذا وضع خطير جدا، أن يتصارع في الشوارع أبرز مكونات العملية السياسية تيار صدري وإطار الميليشيات، وأن الوضع الحقيقة خرج أو يوشك أن يخرج عن سيطرة راعيي العملية السياسية أمريكا وإيران. وأنت يعني كتبت أن العملية السياسية في طور إعادة الهيكلة إن لم يكن الإنهاء أو الاجتثاث أو الاقتلاع. تفضل. نعم، يعني أعتقد أن يعني ما تفضل به الدكتور مثنى والضيف العزيز من لندن يعني ربما يعني أشار إلى بعض هذه النقاط، لكن دعني أقول هذه العملية السياسية بالتأكيد هي وصلت إلى يعني مرحلة النهايات. حتى الرعاة الرسميين لهذه العملية السياسية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران ربما باتوا اليوم في وضع يعني يحتم عليهم إعادة النظر في الكثير من تفاصيل هذه العملية السياسية، لأنهم باتوا يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن استمرار العملية السياسية بوضعها الذي كانت عليه منذ عام 2003 وحتى اليوم لم يعد مقبول عراقيا. عندما نتحدث عراقيا نتحدث عن شارع ربما يعني منذ العام 2011 السنة التي كان فيها نور المالكي رئيس الوزراء في دورته الثانية، هذا الشارع بدأ يتململ ويظهر اعتراضا ورفضا كبيرين لهذه العملية السياسية ولشخوصها وأحزابها وقواها السياسية منذ ذلك التاريخ. وهذا الشارع يتململ، وصلنا إلى نقطة حرجة كانت يعني تمثلت في ثورة تشرين وانتفاضة تشرين 2019، وأعتقد أنها
يعني كانت ربما المرحلة الفاصلة ما بين ما بين قبل تشرين وما بعد تشرين. لذلك هذه العملية السياسية اليوم يعني توشك أن يعني تزول إما بفاعل خارجي أو بفاعل داخلي. الفاعل الداخلي متوفر الآن، من يعني يقف لدعم وإسناد هذه العملية السياسية هو الفاعل الخارجي. هذا الفاعل الخارجي يدرك جيدا أن عليه أن يتدخل، بمعنى أن يعيد ترتيب يعني العملية السياسية بطريقة تسمح لها يعني أن تكون يعني بعمر أطول، لأنها بوضعها الحالي هي يعني ماتت سريريا بحاجة إلى إعلان شهادة الوفاة. قد تخرج هذه الخلافات اليوم التي شاهدناها سواء في يعني المنطقة حتى لا سمحت لي آيات يعني حتى إعادة الهيكلة أو التنظيم أو الترتيب يبدو لكسب الوقت وليس حلا جذريا أو تصليحا تقويميا حقيقيا. سيد العزيز، كل يعني الآن القوى السياسية على يعني مفترق طرق، أي حل سينتج عنه هذا التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء هو حل وقتي، حل لمد عمر العملية السياسية، وليس حل لإصلاح العملية السياسية. لأننا ببساطة إذا كنا نتحدث عن إصلاح للعملية السياسية يجب أن يعاد بناءها من الصفر، وعندما نقول من الصفر فإننا نقول أنه يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي وسياسي ووطني جديد يتعاهد عليه العراقيون. لكن من هؤلاء العراقيين الذين سيتعاهدون هذا العهد؟ هل هي القوى السياسية الموجودة حالياً؟ بالتأكيد لا. طيب كيف سنطرد هذه القوى السياسية من الساحة السياسية التي تتسيدها منذ عام 2003 حتى اليوم؟ القصة صعبة وصعبة جدا. ربما نعم هناك فاعل دولي ما زال يدعم هذه العملية السياسية، لأنه يدرك أن أي تصعيد وأي مواجهة داخلية في داخل العراق لن تقف عند حدود العراق، وربما الجميع سيخسر من هذا التصعيد. ليس الجميع داخل العراق فقط كقوى سياسية وأحزاب، وإنما حتى الدول أصحاب النفوذ. هذه الدول بنت ومنذ 2003 وحتى اليوم نفوذ متمدد وواسع في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالتالي أي مواجهة، أي انزلاق لمواجهة مسلحة ما بين هذه الأطراف التي تشكل العملية السياسية معناها خسارة مثل هذه نتحدث أيضا عن سيناريو الانزلاق لمواجهة المسلحة. يتفضل. عمر هذه العملية السياسية. نعم أشكرك أستاذ. من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن مديات وآفاق هذه المواجهة والاعتراب المحتدم بين ركني العملية السياسية من الميليشيات التيار الصدري وإطار الميليشيات التنسيق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في مدايات وآفاق الصراع المحتدم بين ميليشيات العملية السياسية. ضيف طاولة دكتور مثنى حارث الضاري، الأستاذ عبد المنعم العسم والأستاذ إياد الدليمي. دكتور مثنى، هذا الصراع الآن المحتدم واستعراض القوة بين القوتين الرئيسيتين الميليشيات الصدر والإطار التنسيقي، هناك من يقول أنها لن تتوقف عند هذه المماحكات واستعراض القوة الناعم بين قوسين، وأن الأمور ستمضي في ضوء تعنت هذه الأطراف وتمسكها بمواقفها وعنادها السياسي إلى مواجهة مسلحة في الشوارع، خاصة وأن الطرفين يملكان كل أسلحة الدولة، السلاح المنفلت وغير المنفلت. هذا السيناريو احتمال كبير أن يمضي فعلاً؟ يعني بهذا التصور بهذه الساعة لا أتصور، لأنه سبقا حصل هذا الصدام وحصلت معارك واضحة وحقيقية في
عدة محافظات، وما كانوا يسمونها صولة الفرسان، ما جرى في محافظات الفرات الأوسط وفي البصرة وقتها في زمن المالكي والصراع مع التيار الصدري. الحقيقة إذا عدنا الذاكرة، للأسف إحنا بدينا ننسى يعني كثير من الحوادث. حصلت صدامات قوية جدا، مذابح جرت، مذبحة الزرقاء على سبيل المثال وقتها بالمئات قتل من الناس. هذا وارد، لكن هل سينهي العملية السياسية؟ أنا أعود إلى تسريبات المالكي اللي انتشرت قبل مدة، ويبدو الآن أنه ما يجري يعني هو في صدد، لا أقصد أقول بأنه يقصدون التغطية، ولكن بدأت حظوظه بالتراجع. صار الآن أنه نديان طرفين كأنهما يحتكمان إلى السلاح، وإذا استطاع أحدهما إبعاد الآخر من الساحة، وهذا غير متصور من وجهة نظري، سيحسن الأمر له. إذا عدنا إلى التسريبات، المالكي يقول بأنه في صولة الفرسان كاد يقضي على التيار الصدري لولا تدخل الجارة إيران ومد التيار الصدري بصواريخ وما إلى ذلك. هذا يفسر طبيعة التعامل، الفاعل الخارجي مؤثر جدا، ولا سيما الفاعل القريب، الفاعل الإقليمي، إيران. إيران لن تسمح الأمور سيئة، والخلاف واضح، والتهديد بالسلاح حاصل، والاشتباكات قد تقع، وللأسف قد تقع أحداث خطيرة جدا، ولكن إيران ستتدخل ولن تسمح لهذا الموضوع بالذهاب أبعد من ذلك، إلا في حالة واحدة، في سيناريو واحد، أن هذا الاقتتال يتسع وينتقل من صورة قتال بين أو اقتتال بين التيار والإطار إلى اقتتال فلنسميه يعني بين جماهير هذين التيارين، اقتتال بين المواطنين بما كان بعضهم يروج له في مرحلة ماضية. اقتتال شيعي شيعي دكتور، كما يرد في المواقع والأخبار. ماشي من حيث التسميات العامة، لأن الطرفين شيعيين، طرفين سياسيين شيعيين، لكن أنا أقصد هنا بأنه قد يتطور، هل سيتطور القتال إلى اقتتال بين مدن على سبيل المثال؟ بالنسبة لي لا أتوقع هذه الحالة. في تلك المرحلة يمكن الحديث عن أنه نهاية نظام سياسي، لأنه هكذا أمر خطير جدا، سيستدعي تصرف ما، تحرك ما، مما يسمى المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي، لأن الأمور فعلا ستكون خارجة عن السيطرة. على ذكر المجتمع الدولي دكتور، خليني الآن السفارة الأمريكية. تفضل دكتور، تفضل. لكن الأمور إلى الآن تحت السيطرة، بمعنى أنه أي اقتتال، أي اضطراب ممكن أنه يحتوى، وبالعكس قد تكون النتيجة عكس ما يريد التيار، وقد تصف في مصلحة الإطار، لأنه أي خلاف الآن وسقوط دماء وغيره يعقب صلح، وهذا الصلح يقتضي اتفاقية بين الطرفين. راح نخلي موضوع التسريبات خلف ظهرنا، نعم. إجرام المالكي خلف ظهرنا، استهانة المالكي بالحشد الشعبي وغيره، بالمرجعيات، بإيران، بالشيعة، كله راح يصير خلف ظهرنا، وراح يرجع نوع من التجديد المؤقت لدماء العملية السياسية على وفق الأسس، مثل ما حضرتك الآن راح تشير إلى شيء. تفضل. أشير إلى بيان للسفارة الأمريكية في بغداد تتحدث عن أنه حق التظاهر السلمي مكفول في الدستور وحرية التعبير طبعا، وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس. هل يفهم منه طبعا، وأيضا حديث السفير البريطاني عن حق التظاهر السلمي وهو جزء من الديمقراطية، هل يفهم من هذين التصريحين للسفارة البريطانية والأمريكية في بغداد أنه انحياز لأحد الأطراف ضد طرف آخر؟ لا، أنا لا أفهم منه هذا. لما؟ لأنه كل الأطراف تدعو الآن إلى التظاهر، يعني الطرف الأول بدأ مقتضى الصدر، لكن طريقة التعامل إذا كان انحياز للطرف الثاني راح تكون اللهجة أشد وأقوى من ذلك. ولكن إذا لاحظت في بيان السفارة في نهايته بأنه يدعون إلى حل الأمور في سياق سلمي ضمن إطار ما يسمى العملية، سياقات العملية السياسية، وهذا ما أقوله وأعود إليه، كل شيء سيحصل محسوب بدقة من أطراف خارجية. هناك سقف معين للأحداث يسمح للأمور بأنه تسيل فيه، لكن إذا وصل إلى هذا السقف التدخلات الخارجية حاصلة. وهنا نقطة مهمة وخطيرة جدا، للأسف سابقا كان هناك بعد أمريكي وبعد إيراني، مع انشغال البعد العربي النظام الرسمي، البعد الإقليمي تركيا وحوله وغيره. المشكلة الآن أنه لدينا فاعل عربي في هذه المشكلة، هناك أطراف عربية كأنها أخذت مقاولة داخلية من الطرف الدولي والإقليمي، يعني أشبه بطريقة العملية السياسية وتراتبية الفساد في المقاولات الداخلية. الآن طرف يدعم هذا التيار وطرف يدعم الإطار. إذا تلاحظ الإعلام العربي الآن منقسم، الإعلام المؤثر، الإعلام اللي له أثر في العراق، منقسم بين هذا الطرف وذاك الطرف، بينما هذا البعد ما كان موجود سابقا. لما؟
لأنه هذه الدول بدأت تتدخل في الشأن العراقي بناء على خلافات التي بينها أولا، بناء على ارتباطها بمصالح إقليمية ودولية، أصبح لها اهتمام خاص بالملف العراقي كساحة لتصفية حسابات، بينما سابقا كانت أما مهتمة إلى حد ما بالقضية العراقية وحلها بشكل عام أو منسحبة من الساحة. وحقيقة هذا البعد قد يؤثر تأثيرا سلبيا على ما يجري في الساحة. أستاذ عبد المنعم، هل تعتقد أن البيئة السياسية والأمنية التي خلقها صنعها أوجدها الاحتلال الأمريكي عام 2003 كانت بيئة مشوهة غير صالحة غير مؤهلة لتطبيق السياقات الديمقراطية الحقة ومفاهيم التداول أو مناقلة السلطة سلميا، وهذا واحد من عوامل من العوامل التي قادت هذا النظام إلى هذا المنزلق، إلى هذه الهوة السحيقة الموجودة فيها الآن؟ نعم، يعني أوافق على هذا الاستنتاج، ولكن بشيء من التدقيق. نعم، القوات الاحتلال وضعت سيناريو لحكم العراق عبر سياقات ديمقراطية ابتدأتها من مجلس الحكم. نعم، مجلس الحكم كان يضم جميع القوى والعاملين، لا أقول غالبية القوى والعاملين في الساحة السياسية، المؤمنة بالعمل السلمي لقيادة المرحلة، وكانت تضم حوالي 20 من الجهات وممثلي هذه الجهات. وكان الرؤية أو السيناريو الأمريكي يتضمن فيما يتضمن إقامة أحزاب سياسية مرخص لها، ومنظمات مدنية شعبية مرخص لها، وهي هذه من لوازم الديمقراطية في الحقيقة. ولكن المشكلة التي لربما صنعها الأمريكان أو صنعها الإيرانيون، أنهم بدلا من أن تكون هناك سلطة واحدة، سلطة تنفيذية واحدة، خلقت في مجرى الصراع سلطات أخرى موازية. قامت هذه السلطات بمصادرة والتحكم في مجرى الديمقراطية، وبالنهاية فرغت هذه الديمقراطية من مضامينها المعروفة. هذه أنا أقدم وجهة نظر وأقدم قراءة، لأني أنا كنت في قلب هذه الحالة، وكنت مشارك بنسبة معينة في بعض مجالات العمل الإعلامي والسياسي في هذه السنوات. أقول وجدت سلطات أخرى موازية قامت بإنشاء معتقلات ومحاكم وميليشيات، وقامت تتحكم في حريات الناس، في ملابس المواطنين، في فرض سياقات دينية ومذهبية، في كل هذه الأشياء شوهت الديمقراطية في الحقيقة وأفرغتها من مضامينها. وانتهى هذا الأمر إلى إقامة دولة ميليشياوية بينها وبين الديمقراطية ما بين الأرض والسماء. وفي النهاية الأمريكان كانوا من جهة يتفرجون، يقبلون، يتعاونون. يعني العفو، نعم. اسمح لي، النظام الديمقراطي ولد نظاما ديمقراطيا صحيحا ومعافى، شوه لاحقا نتيجة عوامل داخلية وخارجية، أم هو مولود ولد مشوها منذ البداية؟ أنا يعني أقول كلمة في هذا المعنى: الاحتلال لا يخلق ديمقراطية. الاحتلال قوة غاشمة، الاحتلال لديه مصالح يعني لفرضها على المجتمع وسلب حريات. والديمقراطية التي تحققت في العراق هي ليست من أحد، كما هي الحرية ليست من أحد، وليس متبرع بها من الأمريكان أو سواهم. الديمقراطية هي مطلب شعبي وجماهيري، وهي
جزء عضوي من كفاح العراقيين على مدى عشرات إذا لم أقول عقود من السنين. أشكرك. واضح. أشكرك. نعم. سعد أشكرك. أياد دليمي، هناك من يقول أنه على الرغم من سوء هذا الفصل من المواجهات من الاحتراب من الصراع وخطورته بين الميليشيات، لكن الحقيقة إذا ما بقيت الأمور هكذا بنفس الوتيرة، الأسوأ والأخطر لم يأتي بعد. هذه رؤية الحقيقة السوداوية للمشهد القادم في العراق، أنت توافق عليها؟ تعترض؟ الأمور ليست هكذا بهذا السوء؟ طبعا هو بالتأكيد، يعني عندما نتحدث عن أنظمة يعني فاقدة الأهلية، دائما الخيار الآخر الذي يعني يتم من خلاله تخويف الجماهير والشعوب هو خيار الفوضى. يعني أنت لديك الآن العديد من الأنظمة العربية ذات السلطة الدكتاتورية، عندما يعني تريد أن تخيف شعبها تتحدث عن يعني هل تريدون أن تكونوا مثل العراق، هل تريدون أن تكونوا مثل سوريا وهكذا. يعني لا أحد يعني يتصور أننا يعني سنخرج من هذا النظام بطريقة كلاسيكية، بطريقة استلام وتسليم. نحن اليوم نتكلم عن أحزاب وقوى سياسية يعني لديها 19 عاما في السلطة، لديها مكاسب ومكاسب كبيرة جدا، هذه لن تقبل أو تفرط بها بسهولة. بالتالي هي متشبثة بهذا النظام، متشبثة بالعملية السياسية. بالتأكيد هي في لحظة المواجهة ستواجه، لأنها لا تريد أن تفقد كل مكتسباتها. هي مستعدة أن تتنازل؟ نعم مستعدة أن تتنازل. لذلك نقول أن على المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة أن تقوم بدور ما في العراق، إذا كانوا يرغبون فعلا بعملية انتقال سلس من نظام يعني مشوه، نظام سياسي مشوه، عملية سياسية مشوهة، إلى عملية لا نقول أنها جيدة، لأن يعني لا أحد يخلق لك يعني شيئا جيدا بالمجان. المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة هم ليسوا بجمعيات خيرية، لكن إذا كان هذا المجتمع الدولي الأمم المتحدة يريدون أن يعني ينتقل العراق خطوة نحو يعني مزيد من الاستقرار على الأقل، يجب أن يتدخل، يجب أن يكون هناك دور. طبعا على حساب من؟ على حساب هذه القوى والأحزاب السياسية. هذه القوى والأحزاب السياسية لن تفرط بما حققته كما أسلفنا قبل قليل. لذلك نحن أمام امتحان عسير وعسير جدا. بالتأكيد أي مواجهة مسلحة بين هذه الأطراف المتحكمة بالمشهد السياسي العراقي يعني لن تبقى محصورة بمقراتها وأحزابها وعناصرها، ستمتد نيرانها إلى بقية قطاعات الشعب وستتضرر بشكل كبير جدا. ولكن الوضع الذي يعيشه المواطن العراقي هو وضع مأساوي. نحن نتحدث عن 19 عاما من القتل والتغييب والتشريد والإفساد والخراب. اليوم العراق يعني يحتل يعني ذيل الدول في 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 شتى التصنيفات. يعني اللهم إلا في يعني يعني قائمة الفساد هو المتربع في على صدارة هذه القائمة. لذلك عندما نتحدث عن فوضى كأننا نتحدث عن نظام، نحن أصلا ليس لدينا نظام حتى نتحدث عن فوضى. الوضع العراقي الحالي هو وضع فوضوي. عندما تتحدث عن ميليشيات يقارب عدد مقاتليها 150 إلى 200 ألف مقاتل منتشرة في يعني كافة مناطق العراق. هذه الميليشيات لها سلطات وقوى تفوق سلطات الدولة، تفوق سلطات الحكومة. نحن نتحدث عن نظام فوضوي، لا نتحدث عن نظام ثم سننتقل بعد هذا النظام إلى الفوضى. لذلك نحن بالأصل موجودين في الفوضى. نعم. قد تكون الفوضى المقبلة أكبر، الله أعلم، ربما. ولكن هل بالإمكان أن نقنن فوضانا المقبلة؟ أنا أعتقد نعم بالإمكان أن نقنن فوضانا المقبلة. هناك اليوم قوى سياسية بدأت تطرح اليوم وأمس شاهدنا بعض التصريحات والتلميحات إلى ضرورة أن يتم عقد حوار وطني. ولكن نعود ونقول حوار وطني بين من ومن؟ إذا كان حوار وطني بين القوى السياسية المتحكمة بالمشهد منذ عام 2003 إلى اليوم من أجل إعادة تقسيم المقسم وتوزيع المغانم فلا مرحبا بهذا الحوار. ولكن وقد جرب في مرات سابقة، وقد جرب وأثبت فشله. نعم. لأنه عبارة عن يعني محاولة إعادة تقسيم المغانم. ولكن هل بالإمكان أن يكون هناك حوار عراقي بين نخب عراقية بعيدة عن التحزب، بعيدة عن القوى السياسية المتحكمة بالمشهد العراقي؟ أنا أعتقد نعم ممكن.
هل يجب أن يكون للأمم المتحدة دور في هذا الحوار؟ أنا بتقديري نعم، يجب أن يكون للأمم المتحدة دور في هذا الحوار، لكن نعود ونقول إذا كانت الأمم المتحدة أو الدول الإقليمية الفاعلة راغبة في إيجاد مثل هذا النوع من الحوار للانتقال بالعراق من فوضى كبيرة وعارمة إلى أقل فوضوية، عند ذاك يمكن أن نتحدث عن يعني انتقال أخرى غير التي نشهدها حاليا. نعم دكتور مثنى، الآن أنصار التيار الصدري في الشوارع هم رأس الحربة فيما يسمى بالحراك، حراك الشارع، حراك شعبي كما يصفون أنفسهم، اقتحموا المنطقة الخضراء في مواجهة مع إطار الميليشيات. هل يمكن أن يدرج هذا الحراك من قبل التيار أنصار التيار الصدري ضمن جهد عام في حراك وطني يتحرك بالضد من العملية السياسية ويرحب به إذا ما وصلت إلى نقطة المطالبة بإسقاط العملية السياسية وقواها الفاسدة، يمكن أن يدرج ضمن هذا العنوان الوطني؟ يعني دعني هذا السؤال اللي يخليني أنه يعني ألخص ما طرحه الأستاذ عبد المنعم الأعسام والأستاذ إياد الدليمي. نعم. نصل منه إلى خلاصة، الخلاصة أنه أولاً الاحتلال لا يصنع ديمقراطية فعلاً. نعم. وهذه منذ ساعة الاحتلال الأولى معروفة ومعلومة، وقد قلناها كقوى مناهضة الاحتلال وقالتها أطراف كثيرة داخلية وخارجية، بل حتى أن بعض الأطراف السياسية العربية كانت تقول نعم، ولكن ماذا نفعل؟ هذا النظام شاذ، نظام غير صحيح، نظام سيء، نظام كذا، ولكن تعاملوا معه، هكذا يراد لنا، هكذا أريد لنا، وهذه النتيجة الآن بعد 19 عام. هذا أولاً. ثانياً، الفوضى قائمة في أساس النظام منذ الساعة الأولى، الفوضى في عدم ترتيب وضع الاحتلال، هو احتلال طيب، دعوا الاحتلال يرتب أوضاعه، كيف؟ يعني الاحتلال لما بدأ مع حاكم عسكري ثم أزيح هذا الحاكم العسكري بحاكم مدني بولبريمر، جاء من أجل أن يطبق أو ينفذ رغبات الجناح المتشدد في الإدارة الأمريكية، انسحب الموضوع إلى فوضى عارمة منذ تلك اللحظة، منذ لحظة مجلس الحكم. نقطة ثالثة، أنه لا يوجد نظام حقيقي في العراق كما قال الإخوة، يعني مجازا نقول نظام سياسي، والنظام السياسي له أصوله وأسسه ومعدداته وشروطه الذاتية والموضوعية، وهذا كله مفقود ومعدوم، هي مجموعة تحاصص، مجموعة أطراف، ميليشيات حقيقية الآن ظهرت على حقيقة، ميليشيات أعطيت سدة الحكومة وأجلست على سدة الحكم في العراق بتوافق أمريكي إيراني وسكوت دولي وإقليمي وعربي، وهم يتحكمون الآن وعادوا إلى طبيعتهم الأصلية وهي التصارع والتقاتل اللي كان حاصل بينهم حتى قبل احتلال العراق. الأمر الرابع، أن العراق يعيش حالة الفشل المطبق، مو فقط في النظام السياسي، ونتفق مع الأستاذ عبد المنعم الأعسام، نعم كلمة فشل كلمة علمية أكاديمية نعبر بها عن الحالة، هي التوصيف، ولكن قصة أكبر من الفشل بحيث فعلا لا نجد المفردة التي يمكن أن نصف فيها الحالة في العراق. إذن كل هذه الأمور ستفضي إلى ماذا؟ إلى مخرجات كارثية، مخرجات مأساوية، مخرجات يعني نكبوية، كما قلنا مرة سابقة بأن نعيش في العراق نكبة وليست كارثة فقط، للنكبات. لكن ما النتيجة؟ ما الحل؟ بعض الأطراف تدعو إلى حوارات وطنية، طيب وهذه الأطراف التي تدعو إلى الحوار الوطني هي في صلب العملية السياسية، هي متحالفة مع هذا الطرف ومع ذاك الطرف، أو هي ذيلية، أقول بكل وضوح صراحة، ذيلية أو متفرجة على ما يحصل. طيب تجربة الحوارات الوطنية الموهومة، صاحب الفكرة فيها وصاحب هذه البدعة هو المالكي نفسه أيام وزارة المصالحة الوطنية وما إلى ذلك، هاي الضحكة الكبيرة على الناس. طيب مؤتمرات حوار وطني برعاية دولية، مجرد مؤتمر القاهرة الأول ومؤتمر القاهرة الثاني ولقاء المرجعيات في مكة وحد مؤتمر شرم الشيخ، حدث ولا حرج، حتى القوى المناهضة للاحتلال حضرت الثلاثة الأولى، القاهرة الأول والثاني ومؤتمر مكة، ولكن أين المخرجات؟ سبع دقائق وأرد الجواب على سؤالي إذا أمكن باختصار. جواب على سؤالك بأنه لا يمكن لهذا الأمر إلا بحراك آخر، حراك وطني حقيقي. حراك التيار الصدري لا يمثل الحراك الشعبي، يمثل حراك قوة سياسية في العملية السياسية، وكذلك حراك الإطار، فهو صراع بين طرفين سياسيين يتقويان بالميليشيات وبالسلاح ويهدد أحدهما الآخر، مو سالين عن وطن ووحدة وطن ومصلحة وطنية ولا غيره. فحراك وطني حقيقي هو المطلوب لتغيير ما يحدث في العراق، سواء كان هذا الحراك داخلي أو كان هذا الحراك خارجي من القوى المناهضة. خليني أضيف لك سؤال آخر حتى تختصر لنا الجواب. طيب. كيف يمكن للحراك الشعبي
توظيف حالة الاحتراب والصراع بين الميليشيات، وهذا التصدع والتشقق في جدران العملية السياسية لبلورة رؤية إنقاذية للوطن، بس باختصار لأنه باقينا 6 دقائق أو 7. باختصار لا يمكن، الحراك الشعبي قضي عليه من سنة 2010 و2012 و13 و14 وآخرها ثورة تشرين، قضي على أي حراك شعبي، والفضل في ذلك طبعا للتيار الصدري في هذا الموضوع و في ركوبه الموجة، وفي الطرف الحكومي في التصدي من حكومة عادل عبد المهدي. فحراك شعبي في العراق غير موجود، كل شيء مقنن، ولن يسمح بأي صوت وطني حقيقي للتحرك إلا في لحظة فارقة واحدة، ولعل الإخوة أشاروا إليها قبل قليل وقد يكونون يعني أشاروا لها إشارة، نقولها بكل وضوح وصراحة، لا يمكن أن يحدث تغيير في العراق إلا إذا اقتنع الطرف الدولي بأنه القضية يجب أن تنهى في العراق، وأن الأمور ذاهبة إلى طريق آخر سيؤثر على مصالحها. هاي اللحظة الفارقة، حين ذاك سيقررون تغيير العملية السياسية. الحراك الوطني يكون مجاله في تلك اللحظة فقط. عند وجهة نظر أخرى. تفضل. أشكرك. شكرا. أستاذ عبد المنعم، أنت ختمت في آخر مقال وأنا راح أقتبس مما قلته، والحال فإنها ديمقراطية آخر زمان، القائمة على مبدأ السلطة لنا، فزنا في الانتخابات أم خسرناها، فيما الطرشان بدأوا يسمعون دوي العاقبة وما أدراك ما العاقبة. ما هي العاقبة بتصورك التي لا ندري عنها؟ جيد أنك أشرت إلى هذه الملاحظة، وأنا كنت أقصد وكنت يعني أتحسس أن إصرار الإطار على تمشية قراراتهم وسلطة الإمساك بسلطة القرار والاستئثار بكل يعني منافع السلطة ستؤدي هذه إلى يعني إلى نوع من العاقبة، والعاقبة قادمة. وأشرت إلى أنه حتى الطرشان يسمعون هذا الدوي. نعم. وأنا هذه المقالة نشرتها وظهرت صباح الأربعاء، وظهر الأربعاء حدثت العاقبة بأن دخلت جموع المحتجين إلى البرلمان، وتغيرت اللعبة وأصبحت سلطة القرار في مهب الريح، سلطة الإطار في الحقيقة صارت في مهب الريح. والآن أنا أراها من زاوية واقعية وموضوعية، أن القرار فقد السلطة إلى الأبد، وعليه البحث عن طريقة أخرى لاستعادتها. شكرا. هذا هو ما يحدث على الأرض. أشكرك. الحقيقة. أياد، أليس جديرا بالقوى الوطنية المناهضة للاحتلال، القوى الشعبية، تظاهرات قوى وطنية شبابية؟ الحقيقة هذه الآن لحظة مناسبة لأن تلتقط هذا الصراع والاحتدام، الصراع المحتدم والتصدع في العملية السياسية. أليس حريا أن تلتقط هذه اللحظة لبلورة مشروع للإنقاذ، طرح بديل وطني حقيقي، الانفتاح على القوى، على قوى دولية، قوى إقليمية؟ العالم الحقيقة الآن يرى ما يجري في العراق ويتعذر عملية الإصلاح، 20 سنة من الحديث عن الإصلاح والتقويم. يعني أنا أعتقد أن المجتمع الدولي سيتحرك عندما يعني يشعر أن هناك خطر على مصالحه. القوى الشعبية العراقية الوطنية المناهضة لهذه العملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم موجودة، والكل يعرف عناوين هذه القوى، والكل يعرف ما قامت به هذه القوى من عملية تنوير للمجتمع العراقي وحتى المجتمع الدولي بمخاطر هذه العملية السياسية. بالتالي إذا ما أدرك المجتمع الدولي أن هناك مصالح له تتهدد في العراق بسبب هذه العملية السياسية، حتما سيتحرك، حتما سيلجأ إلى مثل هذه القوى الشعبية الوطنية الرافضة للعملية السياسية منذ عام 2003 حتى اليوم. ولكن أنا أعتقد أن القوى الشعبية اللي موجودة في الداخل العراق تحديدا، سواء القوى الشبابية التشريني أو غير ذلك من العناوين الشعبية الموجودة في داخل العراق، أنا أعتقد أنها يعني ليست لحظة مواتية للدخول في هذا الصراع. هناك اليوم صراع بين أطراف العملية السياسية، هذا صراع كان مؤجل وكان في كل مرة يحاولون أن يتنصلوا منه، ولكن يبدو أن هذه المرحلة يعني أن هذا الصراع وصل إلى مديات من الصعب جدا أن يتنصلوا منها. اليوم هناك عملية كسر عظم بين أطراف هذه العملية السياسية
بالتالي أنا أعتقد أن القوى الشبابية الرافضة للعملية السياسية عليها أن تبقى بعيدة عن هذا المشهد حاليا. أشكرك. في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب، ونشكر أيضا ضيفنا الكاتب والإعلام العراقي الأستاذ عبد المنعم الأعسم، وكان معنا من لندن. كما أشكر الكاتب الصحفي أياد الدليمي، وكان معنا من العاصمة القطرية الدوحة. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.